بتعرف انك بتقدر تحصل على جميع الاشياء اللي موجوده بقائمه الامنيات بشكل مجاني؟ اذا بحثت عن الملف الشخصي تبعي اللي هو هذا الاي دي تبعي ودخلت عندي على قائمه الامنيات، راح تلاقي عندي كثير اشياء انا حاطها بقائمه الامنيات واشياء لسه مش موجوده بالسيرفر. على سبيل المثال الرقصه هاي تاعت المكنسه بعدها مش نازل بالسيرفر، وبرضه هذا السكن اللي بعده مش نازل، وهاي السكنات اللي كثير اللي بعدها مش نازله بالسيرفر تبعنا. حتى الفاير باص الاول الذهبي بعده مش نازل بالسيرفر وانا حاطه عندي بقائمه الامنيات. بتعرف انك بتقدر تحصل عليهن ببلاش؟ ادخل على المتجر هون وعندك على الموضه، بعدين حط على السكنات هذول واختار اي سكن واكبس على العلامه هاي، يعني انك بتقدر تنقله على قائمه الامنيات. بعدها ادخل على ملفك الشخصي، بعدين اكبس على قائمه الامنيات، راح تلاقي انه السكن صار موجود هون عندك بقائمه الامنيات. وشرحت لك الطريقه كامله باخر فيديو، اكبس على قناتي وشوف اخر فيديو.